استبداد الأبناء بالآباء. يجب أن نفرق بين العيش من أجل أبنائنا وبين العيش مع أبنائنا. إنها تحب الأطفال، شأنها في ذلك شأن كل امرأة، فغريزة الأم تولد مع الأنثى، وهي تنمو وتكبر مع الأيام، وتبلغ الذروة في الزواج، وتعود الزوجة الشابة من المستشفى إلى البيت بعد أن وضعت مولودها الأول. كم كانت تتوق لهذه اللحظة منذ أن احتفلت بزواجها قبل 4 أعوام، ثم تأخر الحمل لسبب أو لآخر إلى أن جاء أخيرا، فكانت فرحتها به كبرى. لقد مرت الشهور 9 ثقيلة متكاسلة إلى أن اقترب موعد الوضع بكل ما يحمل للأم من مشقة وألم، وتحملت كل هذا في صبر وشجاعة وجلد إلى أن وصل الضيف الجديد أخيرا، فحملته في زهو وفخر وكأنها تحمل العالم كله بين يديها. وعادت الأم بصغيرها إلى البيت تلفها سعادة غامرة، واجتمع الأهل والأصدقاء حول مهد الطفل الصغير الذي لم يكن قد انقضى على وصوله أكثر من 3 أو 4 أسابيع، وراح الجميع يتطلعون إلى هذا المخلوق الصغير الجميل الذي كان ينام في هدوء وقد أغمض عينيه البريئتين، وكأن شيئا من هذا الذي يحدث حوله لا يعنيه في قليل أو كثير. وفجأة امتدت يد غليظة إلى رأس الطفل الصغير تداعبه وتدغدغه، وبدأ الطفل يتململ، وأسرعت الأم في لهفة إلى حيث يركض طفلها لتزيح عنه هذا الكابوس الذي أزعجه وأقلقه في نومته. ثم نظرت إلى الرجل صاحب اليد التي امتدت في غفلة منها وصاحت فيه: أرجوك أن تبعد يدك عنه، ألا ترى أنك قد أزعجته؟ وابتعد الرجل وهو يبتسم في هدوء: إنه صديق حميم لوالد هذه الأم الشابة، وهو أب لثلاثة أبناء وفتاتين في مثل سن هذه الأم الصغيرة السعيدة بوليدها. طاغية صغير. ابتعد الرجل عن فراش الطفل وعاد يده إلى حيث كانت في جيب سترته، ثم عاد ينظر إلى الطفل فوجده يغط في نومه، وهنا التفت إلى حيث كانت تقف أمه قد بدا عليها الارتياح بعد أن نجحت في أن تزيل عن طفلها أسباب قلقه وانزعاجه. واقترب الرجل من الأم وقال يهمس في أذنها: أهنئك يا ابنتي، فهو طفل جميل حقا، ولكن ألا ترين أنك تسرفين في خوفك عليه وقلقك من أجل راحته؟ وتوقف الرجل برهة عن مواصلة حديثه، ثم عاد يقول وابتسامة عريضة ترتسم على وجهه النحيل: اسمعي يا ابنتي، أنا أعرف منك بشعور الأم وهي تحتضن أول طفل، فقد أنجبت لي زوجتي 5 من البنين والبنات، ومن هنا كانت تجربتنا بالأطفال أكبر من تجربتك وأوسع. إن هذا المخلوق الصغير البريء الجميل الذي يرقد أمامك في فراشه هادئا وادعا يحمل في داخله روح طاغية، وهو في نومته هذه ربما يكون قد بدأ يعد العدة لكي يفرض من نفسه سيدا عليك وعلى والده وعلى هذا البيت لمدة 18 عاما على الأقل. مزح ولكن. ابتسمت الأم في سخرية، ثم أشاحت عنه بوجهها وعادت إلى ضيوفها ترحب بهم وتسمع منهم كلمات الإطراء والإعجاب بالمولود الجديد، تلك التي دعتهم من أجلها وسعت إليها وطلبت لسماعها. أما حديث هذا الصديق الذي راح يداعب رأس طفلها وكأنه يبحث في داخله عن المؤامرة التي يدبر هذا الطفل البريء، فهو حديث خرافة، ليس هذا وقته أو مكانه على أي حال. ولكن هل كان حديث خرافة حقيقة؟ والذي لا شك فيه أن الرجل كان يمزح بطبيعة الحال، فمن غير المعقول أن يتآمر طفل في الأسبوع 3 من عمره على والديه وأسرته. سادة البيت. يقول الدكتور لولين ميلر أستاذ علم النفس في كتابه الأطفال ومسؤولية الآباء في تنصيبهم سادة في البيت، يقول إن من الطبيعة كل طفل أن يختبر مدى ما يتمتع به من سيطرة على والديه في البيت، وهو يقوم بهذا الاختبار في سن مبكرة حتى قبل أن يتعلم المشي وقبل أن يتعلم الكلام. فالطفل يبكي إذا أراد أن يثير اهتمام أمه به، وقد يكون لبكائه ما يبرره وقد لا يكون، وإذا أحس بأنها أهملته عن قصد أو عن غير قصد انطلق يصرخ صراخا عاليا متواصلا إلى أن تسمعه، فتأتي مهرولة لتحمله وتضمه إلى صدرها وتحنو عليه وتعطيه ما يسعى إليه من حبها وحنانها. ويقول لولين: في هذه المرحلة المبكرة من حياة الطفل تبدأ محاولاته الأولى، وهي محاولات لا تتوقف أبدا، وإنما هي تستمر في صور وأشكال أخرى متباينة كلما انتقل الطفل من مرحلة إلى مرحلة في سن حياته من الطفولة إلى الصبا والمراهقة، وربما امتدت حتى بعد أن يصير الطفل رجلا. كثيرون هم الذين يكبرون ولكنهم يبقون في قلوبهم أطفالا
نساء كانوا أو رجالا. ماذا يصنع الأطفال وما هي حيلهم التي يلجؤون إليها لاختبار مدى تأثيرهم ونفوذهم على والديهم؟ الشعور بالطفولة. يقول الدكتور لولين أن من أهم العوامل التي تساهم بطريق مباشر في تشجيع الطفل على المضي في محاولاته لفرض سيطرته على والديه هو شعوره بأنه ما زال طفلا، وهذا الشعور ينمو في داخله نتيجة لتصرفات الوالدين نحوه وأسلوب معاملتهما له. فالأمة التي تسرف في تدليل طفلها تسهم دون أن تدري في تغذية روح الاستبداد التي تسيطر عليها، فهو يعرف أن أمه تحبه وأن على استعداد أن تفعل أي شيء في سبيل إرضائه حتى لو كان هذا على حساب راحتها وسعادتها. الطفل والعادة. هناك مثلا الأم التي تعودت طفلتها الصغيرة على أن تحملها كل مساء وتضمها إلى صدرها وتجلس بها فوق مقعد هزاز ويهتز الكرسي، وتهتز الأم وطفلتها حتى يغلب الطفل النعاس فتحملها إلى فراشها لتنام. لقد تعودت الطفلة الصغيرة على هذه الرفاهية وهذا التدليل، فلم تعد تذهب إلى فراشها إلا إذا حملها أحد والديها وراح يهتز بها ومعها فوق الكرسي الذي عرفت مكانه فراحت تسعى إليه كل مساء لتذكر والديها به أن كان أحدهما قد نسي أو أغفل هذا الواجب. على أن هذه الطفلة قد تعلمت شيئا آخر، فقد استطاعت بذكائها، والأطفال يتمتعون بذكاء في طريق عجيب، أن تعرف لماذا يريد لها والدها النوم مبكرا. لقد رأت أبها وهي تجلس أمام مرآتها تتزين بينما حملها والدها محاولا أن يجلب النعاس إلى عينيها الصغيرتين، وتدرك الطفلة أن والديها يستعدان للخروج وتمضية السهرة في الخارج فيهرب النوم من عينيها أو تطرده هي لأن عرفت أنها ستنام وحدها، ويضطر الوالدان في النهاية إلى البقاء في البيت والعدول عن قضاء السهرة في الخارج لأن طفلتهما الصغيرة لا تريد أن تنام. مثل هذين الأبوين قلما استطاع أن يعود ابنتهما على الإقلاع عن هذه العادة حتى بعد أن تكبر وتذهب إلى مدرستها. مؤامرات الأبناء. وهناك الأم التي عودت ابنتها على مساعدتها في شؤون البيت، فقد كبرت الابنة وأصبحت في 14 من عمرها، وآن لها أن تتعلم كيف تكون ربة بيت، كلما سنحت لها الفرصة في أوقات فراغها من المدرسة والكتب. وكان دور الفتاة هو غسيل الأطباق الطعام بعد تناول الغداء، وهو عمل تتناوبه مع أمها وأختها التي تكبرها بعامين، ولكن الفتاة تريد أن تهرب من غسيل الأطباق عندما يجيء دورها. فماذا تفعل؟ إنها تتفق مع إحدى صديقاتها في المدرسة على أن تطلبها في التليفون في وقت معين يتفق مع موعد الانتهاء من طعام الغداء، وتقفز الفتاة من مقعدها وتسرع إلى سماعة التليفون وتلتقطها في لهفة، ثم يبدأ حديث طويل بينها وبين صديقتها بينما الأطباق تنتظرها في المطبخ، وقبل أن ينتهي الحديث يكون جرس الباب قد دق، وتنهي الفتاة حديثها التليفوني وتسرع إلى الباب لترى من الطارق، وتكتمل حلقة المؤامرة التي دبرتها الفتاة مع زميلاتها في صباح ذلك اليوم الذي جاء في دورها لتغسل أطباق الطعام. وتذهب الأم وراء ابنتها التي تفاجئ باثنتين من صديقاتها اللتين جاءت لتصحبها إلى الحفل الذي تقيمه المدرسة بعد ظهر ذلك اليوم. محاولة خاطئة. وتتذكر الأم أطباق الطعام فتقول ولكنك لم تغسلي أطباق بعد يا بنتي، وتجيب الفتاة في عينيها نظرة تسول أرجوك يا أمي أن تعفيني اليوم، اليوم فقط، هل يرضيك أن أترك زميلتي تنتظران حتى أفرغ من غسل الأطباق؟ وتبتسم الأم تقترب من ابنتها تقبلها وتقول لها في حنان اذهبي يا ابنتي سأغسلها أنا بدلا منك، أرجو أن تقضي وقتا طيبا مع صديقاتك يا حبيبتي. وتفلت الابنة من غسيل الأطباق وتتكرر المؤامرات التي تدبرها الفتاة للهرب من مساعدة أمها والمشاركة في تحمل جانب من أعمال البيت، وتدعون الأم حتى لو اكتشفت أن ابنتها تخترق المعادير لتفلت من مساعدتها، فهي تريد أن تكسب حب ابنتها. التهرب من الوعود. ثم هناك الأب الذي يرجو ابنه أن يعاونه في تنظيم كتبه وأوراقه الخاصة في مكتبته أثناء عطلته الأسبوعية، ويعد الابن بتنفيذ رغبة أبيه ومساعدته، ويأتي يوم العطلة أخيرا ولكن الابن لا يريد أن يقضي عطلته في ترتيب الكتب، فكيف يتهرب من وعده لوالده؟ وتظاهر الفتى الذي جاوز 15 بالانشغال في واجباته المدرسية، ويروح الأب ويجي أمام غرفة ابنه فراه منكبا على القراءة والدرس فيؤثر ألا يزعجه،
وتمضي ساعات الصباح ويحين موعد إذاعة برامج التلفاز، ويتجه الابن لحيث يجلس والده غارقا بين كتبه وأوراقه، ويقول الفتى لوالده في توسل: إنه برنامجي المفضل يا أبي، وأنا أحرص على متابعته كل أسبوع. ويرد الأب: ولكنك وعدت بمساعدتي في ترتيب الكتب وتنظيمها يا بني. هذا صحيح يا أبي، ولكنني قضيت فترة الصباح كلها في استذكار دروسي كما رأيت، أرجوك أن تعفيني من هذه المهمة، خطأ أكبر. ويربت الأب على كتفي ابنه ويتمنى له وقتا ممتعا مع برنامجه المفضل في التلفاز. إن الأب بدوره لا يريد أن يخسر حب ابنه، وهو يحرص على إرضائه حتى لو كان ذلك على حساب راحته. مثل هؤلاء الآباء يدفعون أبنائهم دفعا إلى ممارسة سيادتهم عليهم، وهم إنما يفعلون ذلك بدافع الخوف، الخوف من أن يفقدوا حب أبنائهم لهم. يقول الدكتور لولين: إن هذا هو الخطأ الأكبر الذي يقع فيه الوالدان، فليس الاستسلام هو الوسيلة لكسب حب الأبناء، والأب الذي يريد أن يكسب حب أبنائه هو الذي يعرف كيف يحد من نزاعاتهم وأن يوجه طاقتهم إلى الاتجاه الصحيح. وليس معنى هذا أن ينصب هو نفسه سيدا وديكتاتورا في البيت، ولكن معناها أن يعطي أبنائه حق مناقشته في أي قرار يراه مناسبا قبل أن يقدم عليه. فلا بد له أولا أن يلجأ إلى وسيلة الإقناع. وحدة الرأي. وكذلك الأم، إنها أقرب إلى الأبناء من أبيهم، وقد يلجؤون إليها في كثير من الأحيان كلما أعيتهم الحيلة مع والدهم لكي تعطيهم هي ما فشلوا في الحصول عليه من الأب، وهذا خطأ آخر كبير. فوحدة الرأي والكلمة بين الأبوين لا بد من قيامها، وإلا ضاعت كل محاولة يبذلها أحد الوالدين من جانب لإصلاح أبنائه وتربيتهم. إن الأسرة بناء فريد من نوعه لا يمكن لبناء آخر أن يحل محله، لأنه بداية الحياة في المجتمع، لأنه ينفرد بصفة الاستمرار ويقوم على أساس ثابت راسخ من الحب الأصيل والأسرة السليمة. ليست تلك التي يعيش فيها الآباء من أجل أبنائهم، وإنما هي التي يعيش فيها الآباء مع أبنائهم، بحيث لا يستخدم أحد أفراد هذه الأسرة سلطته على حساب راحة وسعادة الآخرين.